فكرة الاهتمام بالموهوبين منذ أن تبلورت عالميا أصبحت على رأس الأولويات التعليمية لدى أغلب دول العالم باعتبارها ثروة المستقبل، وإن التحاق وطننا بهذا الركب وازدياد الموهوبين عاما بعد عام لهو مؤشر على أن هذا البرنامج بدأ يجود بالثمار اليانعة. وما هذا الحضور الذي نشهده هذه الليلة إلا دليل على وعي متفتح ومؤشر على تمسك بمستقبل ناهض لأجيال هذا الوطن القادمة. إننا في منتدى الثلاثاء الثقافي نحيي أبناءنا وبناتنا الذين انفتحت عقولهم على التفوق وابتسمت قلوبهم للجد والمثابرة فتدفقت مواهبهم الكامنة، كما نحيي أسرهم وكافة الأفراد ورجال الأعمال والمراكز الأهلية والجهات الرسمية التي كان لها دور في الاهتمام بتنمية هذه المواهب الطلابية. قبل 3 سنوات نحن قدمنا أنفسنا كأفضل مكتب تعليم القطيف، وحازت تجربة القطيف على أفضل أداء كوحدة قبل 3 سنوات. اليوم قدمنا أنفسنا كأفضل وحدة على مستوى الوزارة. اليوم التقينا بوفد من جدة يأتي إلينا إلى القطيف حتى يقارن بين تجربتنا نحن في القطيف والتجارب الأخرى في مكاتب التعليم في المملكة العربية السعودية. على مدى يمكن سنوات كثيرة لم يقدم أي مكتب في المملكة العربية السعودية 8 منافسين من فئة المعلمين، سواء مرشدين طلابيين أو رواد نشاط أو تربية خاصة أو معلمين عاديين. لدينا 8 مقاعد حجزناها اليوم لأفضل 8 معلمين في تعليم القطيف ينافسون على مستوى المملكة العربية السعودية. هذا الرقم ما هو موجود في أي مكتب آخر. 1402 طالب يعدون من طلاب الموهوبين على مستوى 6 مكاتب اللي ذكرتها، يحوز منها طلاب القطيف إلى 565 طالب، فهذا رقم كبير جدا. بل أن الدكتورة إقبال دندري اللي هي عضو مجلس الشورى غردت قبل تقريبا شهر بأننا نمثل على مستوى المملكة 41% من الطلاب الموهوبين هم من أبنائنا في القطيف، وهذا شرف كبير جدا لنا ونفخر فيه. كان عندنا تقريبا هذه السنة الماضية 15 فصل خاص بالطلب الموهوبين، كل فصل فيه 20 طالب، ممنوع يتجاوز 20 طالب. الطلاب هذول يخضعوا لمقياس ذكاء، هذا يسمونه نظام التجميع، تجمع الموهوبين في فصل واحد، وبالتالي يكون المنافسة والعمل وطريقة التعليم مختلفة تماما، رعاية خاصة. 15 فصل في 20 تتكلم عن 300 طالب يتم رعايتهم لمدة سنة كاملة. عدد المجتازين من المقياس كانوا 565 طالب، هذول يعني حققوا الموهبة والإبداع، يعني المؤشر في المقياس يدل على أنهم طلب اجتازوا المقياس وموهوبين. 75 طالب خضعوا البرنامج ستيم. المدارس اللي موجودة فيها راعينا فيها المنطقة الجغرافية من صفوة إلى سيهات، دار العلوم الثانوية الآن الإحصائية السابقة فيها 2 فصل، الآن موجودة 4 فصول. دار الحكمة الثانوية فيها 1 فصل، الجيش الثانوية كان فيها 1 فصل، الآن 2 فصول. القطيف المتوسطة فيها 2 فصول، الآن 3 فصول. مؤتة 3 فصول، الهدى في الصفوة 3 فصول، سعد بن عبادة فيها 2 فصول والآن أصبح 3 فصول، محمد أبي بكر فيها 1 فصل بعدين صاروا 3 فصول، تخرجت الدفعة. هذه إحصائيات العام 15، السنة هذه إحنا عندنا 20 فصل، بمعنى 400 طالب موهوب. من ضمن البرامج اللي اهتمينا فيها كثير كان عندنا مسابقة كنغارو، هذه مسابقة تهتم بتنمية الحس أو القدرة الطلاقة الحسابية، شارك فيها 1205 طالب باختلاف المراحل الابتدائي متوسط الثانوي كما تبدو الأرقام أمامكم. المنجزات كان في أسبوع الموهبة، في أسبوع على مستوى دول الخليج يسمى يوم أو أسبوع الموهبة الخليجي، هذه الإنجازات تمت خلال هذا الأسبوع هذا العام طبعاً.
قدم فيه 54 برنامج، المستفيد كانوا 778 ما بين طالب ومعلم وأب وهيئة التدريس بشكل عام. كان عندنا نقد للذات، تقبلنا هذا النقد اللي هو قياس جودة الأداء في فصول طلبة الموهوبين. الطلاب كانوا ينقدون المعلمين، وكذلك كانوا ينقدون الإدارة وينقدون عملنا في الوحدة، المعلم ينقدون كذلك مكتب التعليم. كانت عملية متبادلة، يعني تقييم شامل، كل من له علاقة في فصول الموهوبين كان يستطيع أن يقيم أب، طالب، معلم، مدير مدرسة، مكتب تعليم. توزيع الطلاب في الصف الثالث ابتدائي اللي تلاحظون في جميع المدارس، طبعا عندنا مثلا التهذيب الأهلية مرتفع جدا لاهتمامهم في هذا الجانب، وابتدائية ضرار بالأزور في صفوة كانت كذلك مهتمين في هذا الجانب، وابتدائية محمد بن أبي بكر اللي تلاحظون هذه المدارس كانت لها السبق في يعني الأعداد. طبعا هذه يحضرون المقياس يعني. توزيع الطلاب في كذلك السادس ابتدائي نلاحظ كذلك في التهذيب الأهلية وضراب الأزور كذلك، ومحمد بكر هي الأعلى، وابتدائية الشاطي كذلك. توزيع مدى الدرجات تلاحظون 42% هنا كانت تتراوح 35% من الدرجات، و7% في المرحلة في الفئة على حسب الفئات وتقسيم الفئات، لكن الأغلب كان في الفئة الرابعة. كذلك في الصف السادس نلاحظ أنه كذلك في الفئة الرابعة الأغلب يقعون في 79%. تسريع كان عندنا طالبين العام وستة من المتوسط، هذا يعتبرون الأعلى درجات على مستوى المنطقة الشرقية، فالمجموع ستة واثنين ثمانية طلاب في أعلى الكيرف، يعني يعتبر إنجاز كبير جدا يتميز فيه أبناء القطيف. هذول الطلاب طبعا عندنا ستة من المرحلة الثانية متوسط انتقلوا من أول إلى ثالث، وعندنا من طالبين في المرحلة الابتدائية انتقلوا من الصف الرابع إلى الصف السادس. هذه تصنيف البحوث، يعني وين راحت أغلب البحوث الطلاب. طبعا قدمت هذه البحوث بشراكة مع نادي الخليج، وأستاذ كمال مزعل معانا موجود اليوم كان عراب هذا الشراكة المجتمعية بيننا وبين يعني الوحدة الموهوبين. يميلون كثير للطاقة، كثير الطلاب، وإحنا نحثهم على هذا الجانب لأنه هو يتوافق مع رؤية المملكة 2020. هذه بعض الشواهد، يعني 340 جيت اليوم تنشر هذه الأرقام. تعليم القطيف، هذه التجربة اللي جو حصل كل المكاتب حضرت عندنا عشان ننقل لهم خبرتنا في وحدة رعاية الموهوبين في القطيف. هذه فصول طبعا صفوة دار العلوم، وتعتبر دار العلوم في تصنيف المملكة العربية السعودية أنها الثالث أو الرابع في تحصيل القدرات. لما بحثنا الموضوع وجدنا اللي يجيبون التحصيل القدرات هم طلاب موهوبين. أتمنى أن الأرقام هي التي تتكلم، ولا نلمع أنفسنا ونقول إحنا سوينا شيء ما نستحقه. بعض الناس لا يفرق بين الطالب المتفوق والطالب الموهوب، كذلك أتمنى من الأستاذ علي، كما ذكرت أنا عدة مرات للأستاذ عبد الله، قدمت له عدة محاضرات، نود شراكة بين المعلمين المتقاعدين. ما الفرق بين المؤسسة، مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله، وإدارة الموهوبين؟ هل هي علاقة شراكة تكاملية أو تنافسية؟ السؤال الثاني، تكلمت عن البيئة للطلبة، هل في برامج دعم نفسي أو اجتماعي للأسر اللي يمتلكون أبناء موهوبين؟ اختبارات الموهوبين دائما تقام في الدمام والخبر، أعتقد محافظة القطيف كلها، وها عندنا العدد الكبير ثلث الموهوبين، ما في مكان لعمل الاختبار. يعني الطفل ربما من في صفوة لازم يروح الدمام والخبر حق يختبر، والغالبية احنا شفنا موجودين هنا، يعني بالتالي حتى لو ما كان الغالبية، حتى لو كان بحجم، فالأولى انه يكون في مكان للاختبار تسهيلا على الآباء وعلى الطلاب في محافظة القطيف، مركز او اكثر من مركز. انا اتكلم عن منهج فصول الموهوبين لا يختلف عن باقي طلاب الفصول الاخرى. منهج فصول الموهوبين لا يختلف عن الفصول الاخرى، فقط في وضعهم في مكان تحت مسمى فصل موهوبين، وزيادة حصة إثرائية أو حصة إثراء،
والطالب مستمع ولا يوجد له أي نشاط عملي من قبل برنامج الموهوبين يقدم له. من ضمن ما نقدمه لهم في المرحلة المتوسطة وهذه بعض العناوين، قدمنا لهم الخيال العلمي. تخيلوا طالب في الصف الأول، متوسط، ثاني متوسط، ثالث متوسط، يسمع عن الحياة خارج كوكب الأرض والسفن النجمية والثقوب الدودية والخلود البيولوجي والسفر عبر الزمن والتحكم في المناخ والذكاء الاصطناعي. هذه بعض العناوين، وعندي عناوين كثيرة. هذه العناوين مو احنا نقول ان ودنا نقدمها، قدمناها إلى طلابنا. عندي بنت امتحنت موهبة وطلع لها في مدرسة في الدمام، يعني بعيد شوي عنا، واحنا في سيهات. ايش الخيار الثاني يكون اذا ما اقدر ودي؟ بعد البرنامج الطويل هذا والتركيز على الطلبة الموهوبين والبرامج الإثرائية الكثيرة، ما هو المستقبل؟ يعني بعد الانتهاء هل هناك خطة واضحة لاستقطاب هذه الفئة واستثمارها في المجتمع؟ هناك عدد كبير من بنات توم خرجوا من الثانوية أو خرجوا من المدرسة، يبغوا فرص، يبغوا تطورات، يعني تطور في المهارات، في الحصول على وظائف متعددة، اهتمام أكثر يبغوا. جميل. فوين يعني هل في مراكز يعني موهوبين كده تهتم هذا المجال؟